يسعد مساكم جميعاً، رح أكون معكم اليوم مثل ما وعدناكم بجمعية الأطباء السوريين والصيادلة بألمانيا لنحكي عن موضوع الآثار النفسية على الناس بشكل عام والأطباء بشكل خاص بزمن الكورونا. رح أكون معكم أنا الدكتورة نور مسالمي، طبيبة مقيمة باختصاص أمراض جلدية بمشفى الجامعة بدريسدن، زميلي الدكتور مجد جانو طبيب الأسنان اللي عم يعمل حالياً بإدارة الجودة بمشفى دريسدن الوطني، معنا الدكتور مهيار خشوم. الدكتور مهيار رح أعرف عنه شوي، هو طبيب ومعالج نفسي. الدكتور مهيار خريج جامعة حلب سنة 2006، وهو بيشتغل هلا ببيليفيلد، بمدينة بيليفيلد الألمانية، من تقريبا من 8 سنوات. مهتم بالتحليل النفسي، وساهم بترجمة عدد كبير من النصوص الأساسية للغة العربية، وكمان هو بيشارك بالمجلات الإلكترونية من وقت لآخر عن طريق مقالات الرأي. أهلا وسهلا فيك دكتور مهيار. أهلا وسهلا فيكم. هلا، أهلا دكتور نور، شكرا كثير على الاستضافة، ومساء الخير لكم وللي راح يتابعونا. أنا بشتغل بمركز أمبولانس، مركز عيادات خارجية يعني، ويمكن مفيد أنه بلش بأحكي شو تغير علينا آخر فترة. نحن عنا اليوم تبعنا كان بتألف من شبخيشتون الصبح، منشوف في معظم أو مرضى كتير بدون موعد، تقريبا 20-30 مريض، وبعدين عنا مواعيد طول اليوم تقريبا حوالي كل نص ساعة 3/4 ساعة موعد. اللي حاولنا نسوي بالأسبوعين الماضيات هو أنه لغينا كل المواعيد، عم نحاول نشتغل كتير عن طريق التليفون، بس كمان عم نركز كتير أنه المرضى اللي بحاجة للشي ما يروحوا هلأ بهالأزمة، لأنه يعني مو كل المرضى مرضى كورونا، في كتير مرضى عندهم أسباب أخرى وهي أسباب كمان مهمة وربما توصل حتى للموت، مثل مثلا قصص الانتحارية والمرضى الفصام بالطب النفسي. فعم نحاول نعمل توازن بين أنه نقلل التواصل الشخصي نفس الوقت نحافظ على على الشيء اللي كنا عم الخدمات اللي كنا عم نقدمها للمرضى. هلا دكتور مهيار، لاحظت بالفترة الماضية أنه عم تزيد حالة الاكتئاب بشكل عام أو المحالات الحرجة أكثر اللي توصل للانتحار بهي فترة الكورونا؟ يعني بصراحة يمكن لسه بكير شوي الحكي على هالحكي على هالتطور يعني، بس انه يعني من خلال بعض المرضى اللي حسنت اشوفهم الفتره الماضيه وهيك، ايه في شكوى يعني، في عالم لانه حياتهم كلها مؤسسه على هالمواعيدين ثلاثه بالاسبوع. نحن بالطب النفسي عندنا شيء اسمه تاجج تخوكتوا، هي شغله كثير اساسيه، انه معظم مرضاتنا ما بيعرفوا تماما شلون بدهم يظبطوا يومهم، شلون بدهم. ففي كثير مرضى مظبطين قصه المرض كلها بناء على انه في خطه معينه لحياتهم ليومهم، كلهم خراب هلا. اكيد في مشاكل، بس يمكن يعني لسه صعب انه نقول بالضبط كيف بدها تتطور القصه عند كل شخص. تماما هلا هون بنيجي على النقطه الاساسيه اللي نحن حابين نحكي عنها، عفوا حابين نحكي انه نحن حاليا عم نعيش بكارثه انسانيه صحيه ممتده على كثير بلدان بالعالم. فشو الطريقه الصحيه او شو هي الطريقه النفسيه الانسب انه الانسان يتعامل معها، وشو هي المواقف النفسية اللي ممكن الواحد يتعرض لها بهي الحالة؟ إنه شو كطبيب نفسي أنت شو أكثر مواقف زيادة عم تتعرض لها حاليا؟ تماما، اللي يمكن ما وصلنا لسه نحكي عن أمراض، بس في أعراض يعني الناس اللي قعدت خلال الأسبوعين ثلاثة الماضيات ببيتها أكيد عم بتحس إنه في شيء تغير، وهذا الشيء عدة مستويات ناشئ أساساً من وضع الخوف والقلق اللي عم نعيشه بالذات، قلق على الآخرين، العيلة والأهل، والقلق كمان على الوضع العام بشكل عام، لوين رايح القصص، مزبوط في أزمة اقتصادية جاي ولا لا الأمور مبالغة، مثلاً عيب طلع بمجتمعاتنا أو بطريقة سياستنا وإدارتنا للقضايا انكشفت، هل هذا الشيء بيعني انه نحن رايحين باتجاه سيء؟ كل هالعوامل عم تحط نفسنا بمكان خلينا نقول هو مثل مكان الكارثه، هو شبيه جدا بمكان الصدمه اذا فينا نقول.
في خصوصية لهالكارثة اللي عم نعيشها هلا، كارثة الكورونا، واللي هي كون انه في كثير من الشغلات مو واضحة، في كثير من الشغلات عم بتصير أول مرة، في كثير من الشغلات يعني حتى بتشوفي بآراء السياسيين، بآراء الـ 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 الأخصائيين حتى في تذبذب أحيانا. عم تيستونج؟ لا تيستونج، لا خلينا نعمل كثير، لا مو كثير، لا هلا بلشوا اشتغلوا على أي حد عملوا تيست، لا اعملوه بس اللي عنده، يعني في كثير برضه هذا الشيء نحن عم نتابعه أكثر من غيرنا، نحن عم احتكاك يومي معه هذا طبعا. فهي الحالة من العدم التعيين أنا برأيي صعب جدا التعامل معها، وبالذات أول 3 أسابيع إلى شهور. تمام دكتور. طيب هلا نحن يعني بالنسبه للاطباء بشكل خاص، يعني نحن كلنا وزملائنا الاطباء دائما عم يواجهوا تحديات جديده اول مره بيواجهوها كمان مثل كل العالم، وهالتحديات وهن طبعا اللي عليهم العبء الاكبر، مثل مثلا خلينا نقول انه في كثير اطباء، يعني الشكل العام للتحدي الجديد هو اهم تحدي هو الورك لايف بالانس، انه رح يتاثر كثير هلا، لانه هو بالاصل يعني هو عند الاطباء هو مزعج نتيجه الشيشتات المسائيه، لكن هلا بشكل خاص رح يكون مزعج اكثر، فكيف ممكن انه يتعاملوا معه، وخصوصي انه هن في عندهم هلا يعني خلينا نقول قلق على اسرتهم، وهلا هن ما عندهم وقت ابدا انه يقعدوا مع اسرتهم. تماما. في جانبين من هالموضوع، جانب شخصي وجانب مهني. جانب شخصي يمكن ما بفرق عن معظم العالم اللي كمان عم تتعامل مع وضع كثير جديد خلال فتره قياسيه، كان لازم تظبط وتتعلم وتعرف اذا رجعنا شوي على موضوع اللاتعيين، في مشكله بهي القصه انه عموما الدماغ البشري يبحث عند وجود خطر بشكل او باخر على شكل مجسم لهذا الخطر، وين الخطر حتى بعد عنه، وين بحب حتى يشوف. حاول ايه بدي اعرفه، بدي احسه، بسمه، المسه، هذا كله مو موجود. موجود هل بتسميه الوجود الاحصائي او التجريبي، انه بالاخير في شيء، والا ما كان طلعت اعراض، ما كان طلع مرض، ما كان طلع. فهذا الوضع كله زائد انه ما بنعرف لأيما بده يوصل، يعني هل لازم هلا انا امشي الامور يا رب يا رب يلا لبين ما تخلص، لانه القصه كلها كم اسبوع، ولا لازم واحط اطلع حالي بالمراية واقول وين مشاكلي، شو لازم حل، بلش اغير بحالي، بلش اغير بسلوكياتي. يعني هذا الموضوع بصراحه صعب على الكل، بنضاف عليه مثل ما قلت عند الاطباء المشكله انه نحن مثل هلا الجنود بهي المعركه، اذا سماها الرئيس الفرنسي حرب فنحن الجنود فيها. وهذا الشيء يعني هذا الشيء بيحطنا بمحل مختلف بصراحة عن كتير محلات تانية. في عالم بزبط مع هذا الحكي إلى حد ما، لأنه هي بتحب هذا الشكل تبع البطل، تبع اللي بساعد الناس، تبع. في عالم بصراحة ما دخل الطب مشان تكون أبطال، دخل الطب مشان تعيش حياة مهنية فيها يعني ظروف مناسبة إلى حد ما، في طاري فيها. أحد التحديات اللي حكى عنها الدكتور مجد إنه حالياً في أطباء عم يضطروا يشتغلوا شيء هنا ما اشتغلوه من قبل، فمثلاً حالياً بيسألوا إنه مين بيحب يشتغل بقسم العناية المشددة، حتى من أطباء هن ما لهم علاقة بموضوع العناية المشددة مثل أطباء الجلدية. من فترة طلب منا إنه مين حابب يتطوع إنه هو يشتغل بالعناية المشددة، فأنا زميلتي الموجودة معي قالت لي انا اهون علي يصير معي كوفيد 19 بوزيتيف او بشتغلش على اني انا اروح اشتغل بالعنايه المشدده. يعني كان عندها رده فعل كثير كثير قويه للموضوع، وهذا السؤال اللي نحن كنا حابين انه نحكي معك فيه، انه كيف الواحد لازم يكون عنده سرعه التاقلم مع الوضع الجديد اللي هو مثل ما عم نقول من الاول هو شيء غير متعود عليه، يعني البشريه ما عاشت في مشكلة، في مشكلة أخلاقية بالموضوع. هل يحق للطبيب، خلينا نتفق على أساسيات بالبداية، هل يحق للطبيب إنه ما يساعد؟ هل يحق للطبيب اللي ماشي بالشارع إذا شاف واحد مرمي على الأرض بحاجة إلى رياناماسيون أو بحاجة، هل يحق له إنه ما يساعد؟ من ناحية ثانية، هل هو واجب على الطبيب إنه يساعد حتى لو كان هذا فيه خطر على حياته وعلى حياة الآخرين؟ صراحة ما عندي إجابات واضحة لهذا الموضوع، بس لازم ننتبه على نقطة. اللي بنرجع لمثال الجندي الفار من المعركة، بنعرف بثقافتنا هذا اللي بفر شغلة كتير كتير صعبة، لأنه هذا مو بس خان الجماعة ومو بس خان المركز اللي صلوا المجتمع كله عم بيعدته مشان هاللحظة، لا هو بصراحة واضح تماما أنه ما عاد مهم بالنسبة له مين عاش ومين مات ومين كذا. وهذا الموقف أنا برأيي يعني صعب يتخذه أي طبيب، صعب أي طبيب يقول، حتى لو عنده فعلا خوف على حياته، أو حتى لو
صعب جدا يطلع يقول لك ايه اوكي انا بس ما بدي، انا حياتي اهم من حياه الاخرين، او حياه اهم من حياتي بده يموت. يعني لازم نتذكر انه نحن كلنا اقسمنا قسم ابوقراط يلي بيتضمن انه نحن ما لازم نترك وقت، هذا شيء اساسي. دكتور مهيار، الشيء الخوف اللي عم نسمعه هو الخوف انه هي ما قدرانه تشتغل بالعنايه المشدده، يعني هي عندها رعب تنحط بموقف هي يفترض تساعد فيه مرضى، بس هي ذات نفسها ما عنده قدرة على التعامل مع الموقف، أكثر من أنه هي خايفة على نفسها أنه تنصاب من المرض في حال اضطرت أنها تساعد. هي كانت الفكرة أنه في خوف من أي موقف عم ينحط. هي مشكلة تانية. أنا بصراحة شخصيا كمان انطلب مني أشتغل، على الأغلب بدي أقول إيه، بس أنا ما عندي ثقة كبيرة بإمكانياتي كطبيب إسعاف أو كطبيب عناية. أنا طبيب نفسي 15 سنة عم بشتغل بالموضوع، وإيه في كتير شغلات من الطب نسيتها، بس نحن كلياتنا متفقين إنه هذا سيتم يعني الالتجاء له في الأوضاع النهائية لما تتسكر المشافي. كل الأطباء الداخلية والعصبية واللي لهم علاقة أصلاً بالعناية، لما كل هدول الأطباء خلص ما عاد يحسنوا أكثر من هيك، رح نطلب من الناس اللي ما عندهم خبرة. فا أوكي، إذا أنت حاسس إنه لازم مثلاً لازم تقرأ، ممكن هلأ تفتح تقرأ تطلع، بس برأيي هي مشكلة إجرائية أكثر منها مشكلة أخلاقية أو 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 شخصية. يعني أنت إذا عندك الرغبة وعندك الشعور بالواجب الأخلاقي إنه لازم ساعد، بصفي الباقي شيء بده وقت وبده قراءة وبده شغل، وأنت ممكن بالأخير تأخذ مهمات محدودة جدا. يعني أنت المطلوب بالأخير ممكن يكون مو أكثر من سحب دم، عيارات تبع المنفسة، ما بعرف شو بالضبط. يعني مو شرط والله إنه أكيد في مرجع دائما تسأله بكل لحظة. هلأ هي النقطة تماماً حتى وصلنا لموضوع حالة الترقب دكتور مهيار. يعني العالم حالياً أو على الأقل بألمانيا، إن كان كادر طبي إن كان ناس عاديين، عايشين بحالة ترقب للكارثة اللي حتصير، أو إن إحنا عم ننتظر كارثة حتصير خلال الأسبوعين القادمات. ممكن يضطر إنه الواحد يختار ما بين مريض يحطه على منفسة، يختار ما بين مريضين أنه واحد لازم يحطه على منفسة. ممكن مثل ما حكيت انه ينحط طبيب ما انه متعود بالعنايه يشتغل هناك. فهي حابين كمان نحكي عنك موضوع حاله الترقب للناس بشكل عام وللاطباء بشكل خاص، كيف الواحد لازم يتعامل معه بالشكل الامثل. تمام، وخصوصي بس حابب اكمل انه خصوصي انه هاي الحاله يعني بلشت هلا. سمعنا عن ستراسبورغ انه هي بلشت ما عاد تحط المرضى فوق 80 على المنفسه، وطبعا ايطاليا واسبانيا وصلوا لهالمراحل وكذا وهن سابقيننا، بس نحن هلا بحاله الترقب انه رح نصير مثل ايطاليا. تمام، رح جايب عن نقطتين. النقطه الاولى موضوع الترقب، اليوم سمعت مصطلح readiness burn out، يعني من كتر انا ما عم حاول استعد ومن كتر مالي جاهز بالوقت انا تعبت، يعني تعبت من ترقب شو بصير لوين، هذا الخوف الدائم، الكورتيزون مرتفع وكذا، وده بنعرف انه خطر يعني او سيء حتى على موضوع الاصابه بالكورونا والاعراض اللي ممكن تطلع. اما موضوع موضوع الخيار الأخلاقي اللي رح نحط فيه بعد وقت، فأنا ضد الاستسلام لإله وكأنما هو أمر واقع رح يصير 100%. في عنا لسه وقت نشتغل على مجموعة شغلات، مثلا في عنا وقت نشتغل على تخوت إضافية ممكن نحطه بأماكن تانية غير المشافي، وهذا صار بأكثر من بلد، أكثر من بوندسلاند. يعني موضوع الشغل اللي ممكن ينشغل داخل التيم، يعني أسوأ شيء ممكن يصير إذا اليوم تجاهلنا الحكي وما حكينا مع بعض، ما اتفقنا على يمكن حتى شغلات بسيطة، بس هالشغلات البسيطة كتير صعب بكرة لما في عندك 20 مريض 50 مريض بالجناح والعدد عم يكبر والناس عم بتموت، وانت اختلفت مع زميلك على شغلة كان يفترض صراحة نتناقش فيها قبل. فالأقرب اللي عم يسمعني انه يطالب مباشرة بفتح حوار اذا ما عم بيصير هذا الشيء مع القسم، مع الأوبا آرتس، مع الزملاء، بفتح حوار جدي وعميق وواضح ما فيه تخبايات، ما فيه، لانه ما فينا نتحمل نحن انه اثناء لما يقع الفاس بالراس نعود نحاول نلاقي حل. او من أسوأ الشغلات اللي ممكن تصير مثلا انه انت عم تشتغل ومهتم بحياه مريض وكذا، فجاه يجي الاوبا ارتس يشيل الجهاز ويقول لك لا هذا بدي يموت وانت ما تعرف ليش. مثلا لازم يكون في تعليم الحالات. سمعت انه في الكوميسيون لجنه اخلاقيه عملت مثل لايت لينين خطوط عامة، بنصح كل الدكاترة أنه يرجعوا يشوفوا يقروهم، يشوفوا إذا هن موافقين 100%. بالأخير بهيك شغلات بضل
من اعتراضات، يعني ما خرج تكون أنت متأكد 100% إنه هذا الشيء صح. بس مثلاً موضوع العمر، هل لازم يكون داخل بقرارنا ولا لا؟ موضوع الجنس أو إنه هذا الشخص عنده عائلة ولا لا، أو هل لازم يكون داخل بقرارنا أو ولا لا؟ سمعت إنه في رغبة بإنه الموضوع يكون متعلق تقريبا حصريا بالميديسينيش بروجنوزة، يعني أنا إيش قد بتفيده فعلا المريض، هل المنفسة ليش بيستاهل هذا أكثر من هذا، إنه هذا راح تفيده هذا لا، بس عمليا شو يعني المعالجة؟ تماما عمليا شو يعني هذا الكلام؟ هل في ارقام انا فيني طلع لها بالفحص ولا بالحد؟ يعني كيف انا فعلا فيني اعرف اذا هذا المريض بده يستفيد ولا لا ضمن معلوماتنا القليله نسبيا عن هذا الفيروس؟ فاحسن شيء بنعمل بهذا الوقت بضوء انه ما حدا عنده قرار واضح، ما حدا عنده معلومات كامله، هو انه ينحكى بهذا الموضوع على صعيد كل تيم كل جناح بحاله، بشكل خاص طبعا الناس اللي عم بيشتغلوا هلا بالانغماديسين وبالعنايه ينفتح حديث واضح وشفاف ومباشر حول هالموضوع. في اختلافات ثقافيه بين كيف نحن بنطلع كسوريين على القصه وكيف بيطلعوا الالمان، يمكن بروز اكثر او توجه نحو الارقام اكثر، لذلك هلا لازم يصير الحديث، مو بكره فوق راس المريض اللي عم بيموت نقعد نتناقش والله صح هلا شيل المدري شو ولا كذا. هي مهمتنا، واذا هاملينا هنن اذا الكشفت فيهم ما بتعرف او ما حطت لسه لايت لينين او الشيف ما بيعرف، نحن لازم نطالبهم بهذا الشيء ونحن لازم ننتبه لهذا الموضوع. شغله ثانيه، الزملاء اللي عندهم اللي هن من الفئات اللي ممكن تعتبرها عاليه الخطوره كمان هلا لازم ينحكى بالموضوع، اللي عندهم ربو اللي عندهم سي او بي دي اللي اعمارهم شوي متقدمه هلا كمان لازم ينحكى. عجب ممكن انا انحط بمكان ثاني ما فيه صله مباشره مع مرضى الكورونا، شو هو الطريقه اللي نحمي حالنا بكره من الموضوع ونحمي المرضى كمان من القصه؟ يعني تصوروا اذا نحن قضيناها كلياتنا مصابين وما حمينا حالنا، فبصير المشفى هو مثل هب لتوزيع الفيروس، وهذا اكيد ما له مصلحه هذا. زائد اذا انصبت انا كطبيب بدي بيتي اسبوعين وكمان بدي انقص شغل، اذا مو لمصلحه حدا اني انا انصاب، شو بدنا نعمل؟ سمعت عن طريقه انه مثلا الدكتور اللي عم بيشتغلوا حصرا بجناح كورونا يشتغل اسبوعين بشيفتات طويله، قبل ما يخلص الشيفت الاخيره بنعمل تيست، ثاني يوم يا بينبعث على الكارانتينا يا اما بينبعث على البيت انه كسلبي. هذا الشيء بيعني 15 يوم عم نفحص كل الأطباء، أوكي منيحة، ما بعرف إذا هذا هو الطريقة الأفضل، بس قصدي يعني لازم يكون في صيغة، لازم يكون في طريقة للتعامل مع الموضوع. مو معقول أنا بكرة بركة إيتل مع الأوبا آرتس إنه أنا ممكن أكون مصاب هلأ ومدري شو كذا، يعني لازم نستغل هذا، لازم نستغله. تمام. اليوم ما بعرف إذا حضرتك شفت كان في بوست مكتوب بجروب الأطباء السوريين بألمانيا إنه زميل عم يشرح إنه في حالياً نقص كبير بمعدات الحماية بالإسعاف، ما بعرف هو بأي مشفى عم يشتغل، لدرجة إنه الماسك عم يستخدموه هو والأوبر آرتس والممرضة، كل مرة عم يضطروا إنه يعقموه. بصراحة الوضع جداً جداً صعب، إنه الواحد ينحط ما بين إنه هو واجبه المهني بده يساعد المريض وما بين صحته وسلامته النفسية سلامته الجسدية. يعني كثير نقطة مهمة اللي انت فتحت، انه الواحد لازم بالتيم اللي هو عم يشتغل معه يكون كثير كثير أوفن، وانه يحاول نقاط اول باول يفتحها، ما يتراكم المشاكل لاخر شيء يصير في مشكلة كبيرة ما يقدر الواحد يحلها. تمام. هلا بس اذا بدنا ننتقل للنقطة الثانية اللي هي خلينا نقول الاطباء يلي مثل ما قلنا انه هن كانوا مضطرين او انه هن متطوعوا انه هن يشتغلوا على الجنازة، خلينا نقول وصار مشكلة معينة، وطبعاً حتى الأطباء الخبراء يعني قد يفلت منهم مرضى، قد يهرب منه مريض وخلينا نقول إنه يعني يأخذ الكورونا منه. فالأطباء يلي بيحسوا حاله إنه أنا ليش قصرت، أو اللي بيلاحقون هذا الشعور بالذنب بعد ما يغادروا، إنه يا الله ليش فلت مني هذا المريض، هذا المريض مثلاً كان شاب أو ما كان عنده عوارض سوابق مرضية، ليش فلت مني؟ أو أنا مثلاً لو قريت أكثر شوي عن التهوية الآلية، أو لو حسنت هذا كان ممكن إنه ما ينفذ مني، أو لو ما كنت ستريست، فكيف ممكن يتعاملوا مع هذا الشعور بالذنب؟ طبعا هذا بختلف من شخص لشخص، يعني اذا شخص بيشتغل بالانكولوجي مثلا فاكيد هو متعود على موت المرضى، غير اذا شخص مثل حكيتي بيشتغل بالبسوشياتري كل سنه سنتين حتى يموت واحد يمكن انتحار. ف
فأكيد أكيد الوضع بيختلف، بس بالأخير نحن هاي من الشغلات اللي لازم ندفع ضريبتك كأطباء. بيقولوا لك إنه كل طبيب ينتظر إمتى أول مريض يموت على إيدي، للأسف هيك جزء من طبيعة المهنة هو هيك. بعرف إنه هذا لما بده يكبر ويكون سكيل أعلى بكتير فالموضوع بده يصير أصعب، بس أعتقد إنه يعني رؤية لدورك أنت بشكل عام، شو ساويت بهي الفترة، كيف عملت، شو كيف اهتميت بمرضاتك، أعتقد أنه بتخفف من شعور الذنب أو شعور التقصير لما أنت بتكون إذا في حدا مات بين إيديك أو كذا، في حين لما أنت من الأساس متردد ما لك مجهز حالك، بدك بس تخلص الشيشت وتروح على البيت وما بتعرف المرضى مثل عادة، ما لك أنجاجيرت مثل عادة. أعتقد أنه شعور الذنب هون راح يكبر، مو بس شعور الذنب، شعور الغربة أو الابتعاد عن المجتمع، الابتعاد عن الناس، الابتعاد عن المهنة، حتى عن ما كان يمكن مفترض أني أنا أعمل بحالي. ولذلك هون كمان لازم نشير لنقطة أنه نحن كأطباء سوريين عنا مشكلة إضافية، وهو أنه نحن هون على الجبهة، خليني أقول، عم نفكر دائما بالناس اللي للأسف لا عندها جبهة ولا عندها مشافي ولا عندها نظام صحي ولا عندها حتى يكتشف قديش نسب ولا أعداد هذا بيحطنا، أعداد المصابين بالكورونا بقصد، هذا بيحطنا بموقف معقد جدا بصراحة أخلاقيا. يمكن من جانب نحن هون عم نشتغل على شيء إنساني شامل، على علاقة جنس ولا لون ولا عرق ولا ولا ولا، حتى آخر فترة عم ننتبه إنه عم تكتر أعداد اللي عم بيموتوا هن صغار، يعني حتى موضوع العمر ما عاد كتير 100%. بس نحن دائما عندنا بالخلفية إنه شو عم نعمل لأهلنا، شو عم نعمل لناسنا، هذا العجز اللي موجود أعتقد إلا ما يترك أثره بلحظة معينة لما نحن عم نشتغل هون بحالات موت. بالأخير لازم نعرف إنه نحن عم نقدمه هو خدمة ضمن حالة كبيرة من الجهل، للأسف نحن عنا كتير شيء ما بنعرفه، ولذلك احتمال الخطأ مو بس وارد، تقريبا أكيد عالم راح تموت وبعد يمكن الله العليم كم سنة حتى نعرف ليش ماتت تماما، وشو كان بنحسن، شو كان ممكن ينعمل. وبالتالي واحد يحاول إنه يطلع على ما بعد الأزمة، على شو بدي يصير بعد الأزمة، ويطمن حاله إنه كله القادم راح يكون أحسن. ويعني طيب بس دكتور، هلا باعتبارك انت اخصائي نفسي، هل تتوقع انه هناك عدد من الاطباء او العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام سوف يحتاجون الى علاج نفسي، خلينا نقول سواء دوائي ولا سلوكي في المستقبل نتيجه هذا، ومن هم الاكثر عرضه للاحتياج لهيك نوع من المعالجه؟ الناس اللي يعني موضوع الغزيليانس هون او المرونه النفسيه كثير كثير مهمه بالازمات جدا، لانه المرونه النفسيه بتساعدك على التاقلم قدر الامكان، بتساعدك حتى اذا ما تاقلمت وحتى اذا ما كثير متاكد، مثل هاي الحاله عدم التعيين او عدم التاكد حكينا عليها، بتساعدك رغم ذلك انه تضل عم تحسن تفيق الصبح وتروح وتعمل وتشوف شيء حلو وتحسن تلاقي معنى بالشيء اللي عم بتساويه، ومثل تتعامل يعني تاخذ مسافه من مخاوفك او من قلقك او من كذا. عموما القلقين جدا اللي عندهم اصلا مشاكل اكتئابيه، اللي عندهم مشاكل وسواسيه، موضوع التحكم بالنسبه لهم كثير كثير ضروري، هلا بأسوأ اوقاتهم هن، هلا بوقت كثير هن بحاجه لدعم وكثير بحاجه ل بس النفس بتشتغل أحياناً بطريقة كتير كتير غريبة. يعني في عالم بالعكس، مريض من كم يوم قال لي إنه يمكن هذا أحسن وقت عم بعيش فيه، قلت له إيه ليش؟ قال لي لأنه بالعادة كنت لما تطلع الشمس ويجي هذا الوقت طلع والكل عالم مبسوطة إلا أنا. هالمرة ما عم بيحس هيك، هالمرة عم بيحس بعدالة بشكل أو بآخر. فما فينا بصراحة نقول 100% شو راح يصير، يعني ممكن في عالم بالعكس تحس حالة بهالوضع إنه كل عالم على قلب واحد، كل عالم مهمومة، العالم متواضعة كذا، ممكن تحس بالعكس إنه في شيء أوكي إيجابي. بعرف كتير عالم بنبسطوا بحالات الشغل كتير بالإنتنزيف والعدد الحالات الكتيرة وكذا، أكيد مهنة أكترية، بس اللي عم حاول أقوله يعني إلى اسم معين بالطب النفسي إنه الواحد ينبسط كتير بالضغط الهائل، يعني في اسم معين نقدر نطلق عليه؟ يعني كم هو عليك يعني، بس ما بظن فيه كتير زيادة يعني. طيب بغض النظر في يعني خلينا نقول قبل ما نوصل لهالمرحله،
في اساليب وقائيه ممكن يتبعوها الاطباء هلا لحتى ما يوصلوا لمرحله انه يحتاجوا معالجه نفسيه؟ طبعا تمام. طبعا. هلا نحن كنا حابين نحكي عن موضوع البالانس اللي هو كثير موضوع اساسي ومهم بالحاله العاديه من دون ما يكون في كارثه الانسانيه عم تعيشها. فالسؤال اللي نحن حابين نطرحه اليوم انه شو نصائحك لموضوع الورك لايف بالانس في ظل الظروف الحاليه؟ العالم اللي عم تشتغل فترات كثير طويله، ضغط نفسي كثير هائل، ضغط نفسي عليهم، ضغط نفسي بدهم يدعموا المرضى واهل المرضى، ضغط نفسي بالعائله اذا عندهم اطفال خايفانين كمان يعدوهم لا سمح الله اذا كانوا هن ايجابيين وما هن عرضيين. فشو نصائحك لموضوع الورك لايف بالانس حاليا؟ شوفي بصراحة إذا عم نحكي هلأ غير إذا عم نحكي بعد أسبوعين ثلاثة. طبعا بعد طبعا أسبوعين ثلاثة صعب نحكي ببالانس بزن. بعد أسبوعين ثلاثة بدنا نصير نحكي بطاقة الأزمة، بدنا نصير نحكي بإني أنا كيف ضل قادر محاكمتي تكون سليمة وأعرف عالج وما أنهار نفسيا، ما يصير معي مشاكل نفسية أو مشاكل نوم أو إلى آخره. بلا شك انه مثل ما حكينا قبل شوي الريزيلينس كثير كثير اساسيه، المرونه النفسيه او الصلابه النفسيه اللي الترجمه بتختلف عند هدول الاشخاص. وبصراحه كثير صعب هلا نحكي على تطوير ريزيلينس خلال كم اسبوع، يعني الموضوع يحتاج الى سنوات او الى اخره. بس يعني في بعض المبدا والنصائح، بعض التوجهات اللي اعتقد ممكن تكون مفيده بفتره الازمات للكل ويمكن تكون للاطباء. موضوع الاهتمام بالامور المهمه بالحياه، يعني لازم كمان نحاول نطلع على الجانب الايجابي من هذا الشيء اللي عم بيصير، انه نحن هلا عم نحكي بشو؟ عم نحكي بأخلاق، عم نحكي بموت وحياة، عم نحكي بمهنتنا كالطب. امتى حكينا بهذا الحكي؟ امتى كنا قادرين نركز على هدول الشغلات بحياتنا؟ نحن دائما مأخوذين بالمصاري والراتب وامتى بده يجي وامتى بده يروح قدرتنا او الشيء اللي عم يعطينا اياه هذا الوقت هو انا برأيي ضروري كثير، كان ناقص. وبنحسن هلا نركز على هدول القصص ونبعد قدر الامكان عن الشغلات اللي كانت عم تعطينا او عم تلهينا عن الشغلات الاساسيه. العيله، الحب، الشيء اللي بيعطي المعنى فعلا بهي الحياه. انتقاء مصادر معلومات محترمه قدر الامكان. نعرف انه كثير في اراء وبنعرف انه كذا، بس في عندك مصادر اكثر احتراما من مصادر. انا برايي هذا كثير ضروري بهذا، هي لانه خلص انا بعرف انه انا هذا الشخص او هاي الجهه عم تعطيني لا في تهفيل ولا في تسخيف وتسويق. بالبيت كمان لازم ننتبه انه بهالفتره باوقات العصيبه لازم نكون اكثر تسامحا مع حالنا ومع الاخرين، بمعنى انه نقبل من شغلات ما كنا بنعرف انه موجوده عننا، نقبل من حالنا شغلات او سلوكيات يمكن نعتبرها بالاوقات الثانيه غريبه. يعني خلينا نقول الاوقات الغريبه تستوجب استجابات او تبعات نفسيه كمان غريبه. الحفاظ على سلم اولويات، صح انا ممكن اكون نسيت شيء معين او ممكن اكون كذا، بس سلم الاولويات لازم يضل واضح بذهني، وهذا كثير مهم لموضوع العزل والاهتمام بالنظافه. اليوم كنت عم شوف سيموليشن مقطع على اليوتيوب عم بيورجي اذا نحن التزمنا اول 3 اسابيع بالسوشيال ايزوليشن او بالديستانسينج وبعدين رجعنا فلتنا، نفس النتيجه تماما وكأننا ما عملنا شيء اول 3 اسابيع. لذلك لازم نحط الاولويات ونعرف عشان ما ننسى، لانه ما هي القصه كلها قصه شخصيه انه والله هلا شو حاسس انا، لا للاسف لازم هالمره نتصرف بعقل جمعي قدر الامكان. الحوارات، فتح حوارات وانه ما نعاني لحالنا، ما نعاني بصمت، ما نعتبر انه عيب هلا نحس انه احنا خايفين من الموت او خايفين من الغلط او خايفين من الذنب او بالعكس هذا الوقت وعندنا امكانيه هلا لانه الكل قاعدين بالبيت وكذا، في امكانيه انه ينفتح احاديث. القعده بالبيت عم تعمل صدام. بس عفوا عندي سؤال، في هون جهه معينه تابعه لنقابه الاطباء مسؤوله عن نقاشات من هذا النوع؟ يعني مثلا جهه ممكن الطبيب يلجا لها في حال هو كان جدا مضغوط نفسيا من الشغل او عنده حاليا مشكله، في شيء غير انه مثلا كهو يلجا بشكل شخصي لمعالج نفسي، في شيء تابع لنقابه الاطباء؟
لا، نقابة الأطباء ما بتصور، بس أحيانا في ببعض المشافي مثل يعني بتخيب آرس ممكن يكون مسؤول كمان بشكل أو بآخر، هو بيحول على بعدين هي، بس ما بتصور بالنقابة. بيعملوا أنكبوتة كل فترة وفترة، بس بصراحة ما بتصور هلأ هذا الموضوع أخذ يعني الصدارة. يعني للأسف، مع إنه هو شيء كثير مهم يعني. تمام، للأسف للأسف، ومشان هيك نحن يعني قررنا نعمل معك هاي المقابلة، لأنه هذا الموضوع كثير منسي يعني من الأغلبية، كله عم يفكر شو لازم أتعلم شيء جديد، شو لازم أعمل شيء جديد. كأنما كلياتنا يعني كل التعامل مع الكوارث، وكلياتنا بنعرف تماما شو لازم نعمل، وعندنا كودات ثابته، وعندنا لايت يونيون، وعندنا، وللاسف ما في هيك شيء ابدا يعني. اي والله، والعالم ما بتصدق يعني، بتيجي بتحكي بتقول لك لا مو معقول المانيا بلد الترتيب والنظام والكذا. فلذلك برجع بقول اللي حاسس انه في شيء مو مفهوم يصر، وهذا الحكي فيه حياه الموت يعني، ما هو حكي سهل. أنا برأيي لازم يصر الواحد على إنه ينفتح حديث واضح وتناقش كل القصص، حتى لو بالأخير اتخذ قرارات غير رأيي، بس على الأقل بعرف أنا إنه هذا أنا فيه، ما في داعي أرجع أفتحه بكرة فوق رأس المريض والمريض عم بيموت وال 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 تمام. إيه. بس كنت بدي أنتبه على شغلة، أنبه على شغلة، في كتير علاقات كانت ماشية نتيجة شكل من أشكال العقد الخفي، بمعنى انه انت عندك شغلك، انت عندك شغلك، انا عندي شغلي، وفي عندنا بعدين فتره 5 6 ساعات هذا في لقاء مثلا مشترك. هي الفتره لما عم تنتقل عم تصير 24 ساعه او 12 ساعه ونطلع مشاكل عم تطلع مختلفه، مشاكل. وهذا من طبائع الامور لما بدك تقعد بالبيت بده يصير هيك شيء. طبعا بتختلف القصة حسب الأشخاص، ناس بتقول لك هلا بدي مرق الموضوع وما بدي أفكر كثير وما بدي كذا، وبكره إن شاء الله بس هي بترجع كل شيء لطبيعته، وناس تقول لك لا بالعكس انفتحت القصة خليني أواجهها وخليني أحكي فيها. أنا بنصح طبعا أكثر بالحكي والمواجهة إذا كان هذا الشيء ممكن، لأنه هذا الشيء بيفتح فرصة لحل. موضوع اللي ممكن كمان يصير هو التركيز على الهوايات بهي الفترة، يعني أي شيء نحن بنسميه بالطب النفسي غسوسن، اللي هي مصادر او الموارد للايجابيه النفسيه او للراحه النفسيه. خلينا نقول اذا انت بتكتب، انت بتعزف، اذا انت عندك رغبه، عندك موهبه بالرياضه، باي شيء معين، حاول تركز هلا على هدول الشغلات، حاول تاخذ منها الراحه اللي انت بحاجه لها، لانه عم بحكي بذات الاطباء بعد فتره يمكن نصير نحكي بطريقه مختلفه تماما. ما حدا بيعرف، ان شاء الله يكون كله هذا غلط، بس اغلب التوقع انه لا جاي جاي يعني الموجة. تمام. هلا في عنا سؤال بالطريق المعاكس شوي دكتور مهيار، متوقع انت الوضع الحالي انه بعد ما يمرق على خير وسلامة انه ممكن يكون له اثار نفسية ايجابية؟ يعني ممكن الطبيب اللي اشتغل بالعناية ورغم الضغط النفسي استمر وساعد، ممكن هذا الموضوع يعطيه هيك فيدباك ايجابي اكثر لشغله وعمله؟ على الصعيد الشخصي ايه، على الصعيد الجمعي للاسف لا. على الصعيد الشخصي في ناس راح تتعلم، في ناس راح تشوف شيء ما شافته من قبل، في ناس راح تحس بحالها باهميتها باهميه مهنتها بطريقه جديده اكيد، وهذا الشيء راح يعمل شيء ايجابي. بس تصوري للاسف على المدى البعيد شوي، واذا حكينا عالميا فلا، انا متوقع بالعكس، متوقع تراجع على التضامن العالمي، متوقع كبر حجم الشك والتخوف من العلاقات الاجتماعية. في ناس عم توقعوا اليورو بده يفرط، في ناس معنا من فترة انه الطليان عم بينزلوا علم الاتحاد الأوروبي، بيرفعوا علم الصين. مالي متفائل، لا والله مالي متفائل، لأنه هي أول مرة نصطدم بهي القصة، والشيء الأساسي اللي عم بيخليني أفكر بهالطريقة هو الاختلاف الهائل بالاستعدادات وبالنظام الصحي بين بعض البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. وين التعاون؟ وين التضامن؟ وين السوريين بكرة إذا لا قدر الله إجت موجة ثقيلة بدهم يروحوا، وما راح حدا يحسن يعمل شيء. منظمة الصحة أوكي بتعطي نصائح، بتعطي مدري شو، بس بالأخير كل بلد عم بيدير باله على مرضاته وعلى كذا، وهذا بالمحصلة ما بعد راح يترك انطباع جيد على الصعيد العالمي يعني. للأسف لو القصة كان ممكن تطول بس أسبوعين ثلاثة، كان بقول لك كثير ممكن يكون لها مفعول إيجابي، بس على الغالب مطول الدكتور، وكل ما طولت القصة راح يطلع قصص تانية يمكن ما عاملين حسابها. ندعي طيب بسلامة المرضى جميعا، الله يحمي الجميع يا رب. آمين آمين يا رب.
هلا بس اسمح لي انه الخص النصائح اللي حضرتك ذكرتها، واذا عندك شيء حابب تضيفه بالختام يا ريت تصلح لي او تكمل لي. اول شيء حكيت انه من المفيد جدا الكلام والانفتاح والبوح بما نشعر به، وانه ما نخليه بين انفسنا، نحكي مع التيم تبعنا مع الكوليجن، ونحكي كمان لاهلنا عن المشاعر اللي احنا حاسينها. اثنين، نفكر بالامور الجيده اللي احنا عم نعملها، انه نحن فعلا ابطال بهذا، ونحن في انظار المجتمع عم تطلع علينا، فنحن نحس بهذا الشعور البطولي، لانه هذا الشيء بيعطينا طاقه ايجابيه. نفكر بالامور الايجابيه اللي ممكن يعلمنا اياها هذا المرض، بانه نحن صرنا نفكر باخلاقيات المهنه، وصرنا نفكر بامور نحن باوقات الرخاء والراحه ما بنفكر فيها. وانه كمان يعني نركز على الهوايات، كل ما كان عندنا نحن وقت فراغ انه نركز على هواياتنا، لانه هي كمان بتعطينا شيء من الطاقه الايجابيه. حابب تكمل شيء او تصلح شيء؟ هذا الحكي من الجانب الايجابي. خليني اقول من الجانب السلبي، فينا نقول انه اذا عندك خوف، اذا عندك قلق، اذا حاسس انه انت مالك مستعد، فهذا الشيء ما هو غلط، هذا الشيء ما بيخليك خائن، هذا الشيء ما بيخليك طبيب اقل اهميه. احكي، بس احكي بالموضوع، عبر حتى عن خوفك. ممكن يكون في امكانيه لك تشتغل كمان محل تاني، الدنيا ما كلها كورونا، ومرضى الاكتئاب لسه موجودين هلا ولازمهم علاج، مرضى القصور الكلوي موجودين ولهم علاج، مرضى القلب موجودين ولهم علاج. يعني اذا انت عندك شعور انه انت لسبب او لاخر اقل تحملا من غيرك، احكي بالموضوع، ما تحس بذنب، ما تحس انه مثل كانه نحن فعلا بحرب ويا لطيف هلا بدي انا، لا، ممكن يكون لك دور بمكان ثاني يريحك اكثر ويريح كمان السيستم. اللي بدنا نوصل له هو انه قدر الامكان يموت عالم اقل خلال هي الفتره، وربما يكون هذا الشيء بيمر من انه انت بالذات ما تكون موجود بهالعمليه او على الاقل بالعناية يعني. فما في مشكلة إذا واحد حاسس حاله مو أدى، أو حاسس حاله مو حابب، أو حاسس حاله مو كذا، بس هذا النفس تبع أنه مهم أنا أنفذ بجلدي، مهم أنا كذا، لازم ننتبه أنه رح يضرنا، مو بس مهنيا وأخلاقيا ومبدئيا، بس فكر بوجهة نظر الأربعين سكيبا فيك بعد ما أنت مثلا عملت 6-7 أسابيع مرضي خلال هالأزمة. أعتقد أنه رح تنفذ يعني كذا، ما بعرف اي صوب نسرح يكتب لك. فيعني فكر فيها كمان انه نحن بالاخير عم ناكل عيش من هذا الشيء اللي عم نساويه، ومو بايدنا والله نقول يلا فورا باي باي وبرجع لكم بعد ما تخلص الازمه. تمام. طيب بالختام نحن رح نشكرك كثير على وقتك ونصائحك الحلوه اللي حكيت لنا اياها وتشجيعك، ويعني مثل ما قلنا تشجيعك للأطباء أنه هن يفوتوا بهالمعمعة إذا كانوا هن قادرين، وإذا ما هم قادرين فنحن محتاجين لكل حدا بأي مكان، فممكن أنه يكون محتاج بمكان ثاني. شكرا كثير كثير، استفدنا منك ومن وقتك. شكرا. حابين نذكر أنه اليوم كان المخطط أنه يكون لقاء جمعية الأطباء والصيادلة السوريين بألمانيا، وإعلان جمعية الأطباء والصيادلة السوريين بألمانيا بسبب أزمة الكورونا تم تأجيل الموضوع لأجل حاليا غير مسمى. نرجع نتشكرك مرة ثانية دكتور مهياك، كان كتير نقاش مفيد وجميل، ونتمنى أنه بالأيام الجاية نقدر نشتغل مع بعض تحت اسم جمعية أطباء وصيادلة السوريين بألمانيا. إن شاء الله. سلام للجميع. إن شاء الله.